السلام عليكم، ويلكم بريمير فور. نبدأ كونسبت جديد، كونسبت 2 في يونت 3، اللي هو about fuel. يعني احنا هنعرف حكاية الفيول وقصة الفيول في الكونسبت ده. طبعا عارفين اليونت دي كلها بتكلم عن الانرجي، فاحنا بنتكلم عن الفيول كسورس من السورسز اوف انرجي، او يعتبر بالنسبة لنا اهم سورس للثيرمال انرجي on earth. فلما نيجي نتكلم عن الفيول، يعني ايه فيول؟ احنا قلنا قبل كده ان الفيول دوت بيبقى فيه كيميكال انرجي، لما بيحصله بيرنينج بتتحول لثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي ممكن ناخدها نشغل بيها وسائل المواصلات فتتحول لكاينيتك، ممكن نعمل بيها نستخدمها هي في نفسها، نعمل بيها وورمنج او كوكينج. ممكن الفيول ده نستخدمه في الالكتريك باور ستيشنز تو جنريت الكتريستي. فالفيول او اللي هو الوقود، يعني اي حاجه بتتحرق فتطلع هيت انرجي او ثيرمال انرجي. فيول اتس اني سبستانس ذات produces thermal energy when it's burned. Any substance that produces thermal energy when it's burned، يعني أي حاجة بتتحرق فتدينا thermal energy فاحنا بنعتبرها fuel. طبعا المين سورس اوف thermal energy اللي جاية من الفيول الصن، يعني الصن عموما احنا قلنا هي المين سورس اوف موست فورمز اوف انرجي، هي برضه هي المين سورس اوف ثيرمال انرجي برودوسد فروم فيول. مين سورس اوف ثيرمال انرجي برودوسد فروم فيول. ليه؟ لان احنا في الاخر هنكتشف ان الصن هي العامل الاساسي في تكوين الفيول نفسه. يعني لو جينا نشوف حاجه زي الكول اللي هو الفحم، هنلاقي ان السولار انرجي البلانت خدها فكون البلانت، حصل له جروينج عن طريق السولار انرجي، فالبلانت دوت الوود بتاعه او افتر ديس بعد ما البلانت دوت مات تحول لكول، فالكول دوت هو بقى فيول. يبقى انا كده الصن هي اللي شاركت في تكوين الكول. الوود مثلا لو احنا بنستخدم الوود كفيول، فالوود جاي من البلانت والبلانت معتمد على السولار انرجي. يعني تقريبا احنا بالنسبه لنا الصن هي المين سورس اوف موست فورمز اوف انرجي، فهي كمان المين سورس اوف ثيرمال انرجي برودوسد فروم فيول. لما نيجي نتكلم عن الفيول هنتكلم عن الاكزامبل، الحاجات اللي هنعرفها زي الوود، الكول، الاويل او الجازولاين. الاويل هو البترول، الجازولاين هو البنزين اللي بنستخدمه في العربيات، والجازولاين هو ديريفاتيف او مشتق من الاويل. وعندنا كمان الناتشرال جاز، دي بالنسبه لنا الموست كومن فورمز اوف انرجي او اشهر انواع اوف فيول او اشهر انواع الفيول. عندنا الكول والاويل والناتشرال جاز، دول اكستراكتد او بنطلعهم فروم اندر جراوند، يعني دول بنجيبهم من باطن الارض، وهنشوف بعد كده هم اتكونوا ازاي وبيتم بيحصل لهم اكستراكشن او بيستخرجوهم ازاي. طيب احنا بنستخدم الفيول في ايه؟ الامبورتنس اوف فيول او استخدامات الفيول طبعا متعدده جدا. يعني اي حاجه بتحتاج ثيرمال انرجي يبقى هنستخدم فيها فيول. يعني لو قلنا مثلا الكوكينج، الوارمينج، الجنريتنج الكتريستي، رانينج، ترانسبورتيشن تشغيل المواصلات، او المينز اوف ترانسبورتيشنز اللي هي وسائل المواصلات. يبقى الامبورتنس اوف فيول يوز ان كوكينج، وارمينج، جنريتنج الكتريستي، اند رانينج ترانسبورتيشنز او المينز اوف ترانسبورتيشن. يعني الحاجات دي كلها بتحتاج الثيرمال انرجي اللي برديوز فروم فيول. لو قلنا مثلا الكوكينج هنلاقينا بنستخدم ايه في الكوكينج؟ ممكن نستخدم ناتشرال جاز. طبعا احنا البوتاجازات عندنا والغاز الطبيعي في البيوت فده ناتشرال جاز. وزمان كانوا ممكن يستخدموا الوود وكمان الكول. يعني احنا مثلا لما بيجي طالعين نعمل حفلة شوي فبناخد الكول الفحم نشوي بيه الفراخ او الكفتة او كده، فاحنا بنستخدمه برضو في الكوكينج. الوود زمان كان اول
فيول الناس عرفته وبدأت تستخدمه وتلنا وهو مستخدم هو الوود. يعني زمان الإنسان القديم أو قبل اكتشاف الإلكتريستي واكتشاف التكنولوجي وكده، كان الناس بتستخدم الوود، بتحرق الوود فتطلع الثيرمال انرجي يستخدموه في الكوكينج. الورمنج برضو احنا عندنا بنستخدم الوود في الورمنج، يعني بنجيب شوية خشب ونولعه عشان نتدفى، أو الكول في هيترز أو دفايات شغالة بالكول او الفحم. جنريتنج الكتريستي في توليد الكهرباء بقى في الالكتريك باور ستيشنز، ممكن يستخدموا الاويل ممكن يستخدموا الكول. الاويل والكول طبعا احنا خدنا لما قلنا ازاي الكول بيتكون، ان الصن البلانت بيابسورب الصن لايت فيعمل فيجرو، فالبلانت بعد كده لما افتر بيرينج لما بيدفن البلانت دوت بعد مليونز اوف ييرز بيتكون الكول. فالكول بعد كده بيستخدموه في الالكتريك باور ستيشنز يعملوا بيرنينج فيطلع الثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي او الهيت اللي خارجه بتتحول كاينتيك انرجي تشغل الديفايسز الموجوده في الالكتريك باور ستيشنز، وبعدين الديفايسز دي تخرج لنا الكتريك انرجي فبيحصل جنريتنج للالكتريستي. وكذلك الاويل بيستخدم في الجنريتنج الكتريستي، فانا ممكن استخدم الاويل والكول تو جنريت الكتريستي. الرننج ترانسبورتيشن او وسائل المواصلات بتشتغل بالاويل او اللي هو الجازولاين والناتشرال جاز. فيها تلاقي كارز او باصص شغاله بالاويل او الجازولاين، في باصص او كارز شغاله بالناتشرال جاز. طبعا الفيول اتس فيري امبورتنت فور كارز، يعني مفيش كار تقدر موف وذاوت فيول، لان وذاوت فيول او لو الفيول ران اوت يعني الفيول خلص من الكار، فبنعمل لها ايه، بنروح على اقرب جاز ستيشن محطة جاز او اويل ستيشن محطة بنزين عشان نعمل بنفول التانك، يعني بتملى التانك بالفيول علشان الكار تتحرك. طيب احنا عندنا طبعا كده بالنسبة لنا حياتنا تقريبا مش تتحرك من غير فيول، يعني حتى الانرجي او التكنولوجي جزء منها كبير معتمد على فيول. يعني الالكتريستي دي من الاكتشافات اللي اكتشفها الانسان مثلا من اكتر من 200 سنه عشان نولد الكتريستي، فاحنا بنحتاج فيول علشان نشغل الكارز ووسائل المواصلات اللي احنا بنتحرك بيها بنحتاج الفيول. فاحنا تقريبا حياتنا بشكل كبير جدا معتمد على الفيول. طيب الفيول ليه انواع هنتكلم عنها، بس اول قبل ما نتكلم عن انواع الفيول هنتكلم عن انواع الانرجي. يعني احنا عندنا resources of energy. طبعا في فرق بين الفورمز اوف انرجي والريسورسز اوف انرجي. الفورمز اللي هي الالكتريك، الكاينتيك، الهيت، البوتنشال، الساوند، اللي هي انواع الانرجي واشكال الانرجي المختلفه. انما الريسورسز مصادر الطاقه نفسها، المصادر اللي بتدينا انرجي. ما عندنا في الريسورسز اوف انرجي في عندي رينيوبل ريسورسز، رينيوبل اند نون رينيوبل. يعني احنا في مصادر متجدده وفي مصادر غير متجدده. واكيد انت خدتوا دوت في السوشيال في الدراسات وخدتوه غالبا في العربي او في الانجليش باشكال مختلفه، فاحنا بنتكلم عنه تاني في الساينس. الريسورسز اوف انرجي مصادر الطاقه. الانرجي بنحصل عليها من كذا مصدر، والمصادر دي كلها بتكون ناتشرال ريسورسز، يعني مصادر الطاقه دي كلها بتكون ناتشرال، مصادر طبيعيه يعني ربنا اللي خلقها. الناتشرال ريسورسز دي في منها ريسورسز بتبقى رينيوبل يعني متجدده، يعني when it run out it will compensate يعني هتتعوض، او هنقدر نعمل لها رينيوينج يعني هنجددها او ريبليسمنت هنقدر نستبدلها، الجزء اللي هيخلص منها نقدر نرجعه تاني. فعشان كده اسمها رينيوبل، يعني نيو اللي هي جديد فرينيو بيجدد، رينيوبل اللي هي الطاقه المتجدده، نون رينيوبل اللي هي كانت بي ريبليسد ما نقدرش نعوضها على الاقل في الوقت القريب. فرينيوبل ريسورسز اللي هي ريسورسز اللي كان بي ريبليسد اور رينيود، يعني نقدر نجددها او نعوضها افتر شورت تايم، نقدر نعوضها او نجددها بعد وقت قصير. لكن طبعا كده النون رينيوبل كانت replaced or renewed after short time. ليه بقى؟
دي takes millions of years to be formed. يعني النون رينيوبل عشان تتكون محتاجة millions of years، محتاجة ملايين السنين. طبعا انتوا كده فهمتوا احنا بنتكلم عن حاجات زي ايه. رينيوبل اللي هي can be replaced او can be renewed، طبعا اهمها السولار انرجي، يعني الصن بنستخدمها في الجنريتنج الكتريستي. طب لو انا النهارده الصن الجو مغيم النهارده هتطلع بكره، مغيمه بكره هتطلع بعده، يبقى كان بي ريبليس او كان رينيود هتطلع تاني. الويند بنستخدم برضو الويند موفمنت او حركه رياح او الويند انرجي في توليد او جنريتنج الكتريستي. الووتر حركه المياه بتستخدم في الدامز، في الشلال السدود والووتر فولز اللي هي الشلالات تو جنريت الكتريستي. السولار انرجي او الويند انرجي او الووتر انرجي رينيوبل ريسورسز، لان هما كان بي ريبليسد او كان بي رينيود افتر شورت تايم. لكن لو جينا نتكلم عن النار رينيوبل، طبعا الكول، الاويل، الناتشرال جاز، دي برضو ناتشرال ريسورسز بس موجودين اندر جراوند، بنعملهم اكستراكشن او بنستخرجهم فروم اندر جراوند. دول اتكونوا من ملايين السنين اندر جراوند تحت الارض، فاحنا بقى اكتشفناهم مثلا من 100 سنه مثلا كده او ايه 200 سنه بداوا يستكشفوا، او لما بداوا يحفروا فبداوا يلاقوا ان في فحم وبترول وغاز طبيعي موجودين اندر جراوند، فبقوا يستخدموهم علشان في زي ما قلنا في الورمنج او في الجنريتنج الكتريستي او في المينز اوف ترانسبورتيشن. طيب ليه بقى دي رينيوبل دي نار رينيوبل؟ رينيوبل بنقول ان هي الريت اوف يوزنج، يعني معدل استخدامها بيبقى يعني تقريبا equal rate of compensating، يعني معدل استخدامها بيساوي معدل تعويضها، يعني الجزء اللي احنا بنستخدمه ممكن نعوضه تاني. يعني انا دلوقتي استخدمت الويند في الجنريتنج الكتريستي، فالجزء اللي استخدمته هيجي ويند تانية، فهعوض الجزء اللي انا استخدمته او الجزء اللي فقدناه. فعشان كده بنقول ان هو الريت اوف يوزنج، يعني معدل الاستخدام equal rate of compensating معدل التعويض. The part which used، البارت اللي بنستخدمه can be replaced بنقدر نعوضه تاني، فبالتالي هي ده renewable resource بنقدر can be renewed بتتعوض تاني. يبقى هي can be consumed faster than run out، يعني ممكن تتعوض can be run out، يعني ممكن sorry can be compensated تعوض، في compensate يعني تعوض، consumed تستهلك، يعني الاتنين عكس بعض. can be compensated يعني تقدر تعوض faster than it's used او faster than it's consumed، اسرع من ما تستخدم، يبقى عبال ما بستخدمها بتكون already تعوضت. انما non renewable resources زي الكول والبتروليوم اويل قلنا دول بي 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 عشان نعوضهم بيحتاجوا millions of years، فالريت اوف كومبنسيتنج معدل التعويض بيبقى slower than ابطأ من الريت اوف consuming من معدل الاستهلاك، يعني عشان نعوضها محتاجة millions of years. فطبعا الجزء اللي هنستخدمه مش هنقدر نعمل له compensating، مش هنقدر نعوضه، فبالتالي it will run out. فالرينيوبل بنقول ان هي will not run out، مش هتخلص، لان ايه can be consumed compensating بنقدر نعوضها. فالريت اوف compensating يعني المعدل اللي بتخلص بيه بنقدر ان احنا ما بنقدر ان احنا نرجعه تاني. rate of consuming يعني معدل الاستهلاك slower than أبطأ rate of renewing أو replacement أو compensating. كل ده بمعنى تعويضها. rate of consuming يعني معدل الاستهلاك اللي احنا بنستهلكه slower than rate of renewing أو replacement أو compensating، أبطأ من معدل التجدد أو إن احنا نقدر نعوضها تاني، فبالتالي
مش ايه it will run it will not run out، مش هتخلص. انما النار النيوبل بقى دي will run out، يعني دي هتفنى، will run out دي هتخلص، يعني معدل استخدامنا ليها اسرع كتير من معدل تعويضها. rate of using او consuming معدل استهلاكها faster than اسرع من rate of formation معدل تكوينها او renewing او compensating معدل استخدامنا ليها اسرع بكتير من معدل تكوينها او تعويضها، لان احنا قلنا it takes millions of years بتاخد ملايين السنين. فانا بالتالي علشان اكون كول او اويل او ناتشرال جاز هاخد ملايين السنين، ف هيكون اللي موجود اوريدي حصل له ران اوت يعني نفد. طيب نيجي تاني نشوف الرينيوبل ريسورسز يبقى احنا الرينيوبل ريسورس كده بالنسبه لنا زي الووتر والويند والسولار انرجي اللي هما ويل نوت ران اوت، مش هتخلص لان هي كان بي رينيود او ريبليسد، نقدر نعوضها لان الريت اوف كونسيومنج معدل استخدامها بيبقى سلوور زي الريت اوف كومبنسيتنج او الريت اوف فورميشن معدل تكوينها. بس ده برضو مش معناه ان احنا يعني اللي هي ايه افور قوي في استخدامها. طبعا احنا لازم نعمل راشناليزيشن لاي حاجه، يعني ترشيد لاي استهلاك. طيب النون رينيوبل طبعا برضو هنعمل راشناليزيشن او هنرشد استهلاكها واستخدامها لان دي طبعا ويل ران اوت. الفيول بقى اللي احنا بنستخدمه في منه انواع، التايبس اوف فيول، انواع الفيول. طبعا احنا يعني الجزء دوت والكونسبت دوت هو دراسات شويه، يعني احنا ايه ممكن احنا كناس بتوع ساينس ما نبقاش شاطرين فيه قوي لان هو جزء يخص الدراسات اكتر من الساينس. كان قبل كده بيستخدموه بيدرسوه في الدراسات، يعني السنه دي هناخده في الساينس. التايبس اوف فيولز عندنا في حاجه اسمها بايو فيول، وعندنا حاجه اسمها فوسيل فيول. بايو جاي من كلمه بيولوجي اللي هي علم دراسه الكائنات الحيه، فبايو جاي من بيولوجي. بايو فيول يبقى الفيول اللي جاي من الليفنج اورجانيزمز اللي هي كان بي بلانتد، بنقدر نزرعها زي البلانت. الفوسل فيول كلمه فوسل معناها حفريات، فوسلز اللي هي الريمينز او بقايا الاولد ليفنج اورجانيزمز، بقايا الكائنات الحيه اللي كانت عايشه على الارض من الاف او ملايين السنين. فالبايو فيول هو الفيول اللي بروديوسد فروم ليفنج اورجانيزمز which can be planted اللي هو ايه اللي هو البلانت اللي هو البلانت. باي فيول بيجي من living organisms which can be planted اللي هو الايه بلانت، بنقدر نجيبه من البلانت. طبعا بلانت يبقى احنا بنقدر نزرعه، فيبقى ده renewable ايه resource لان احنا can compensate it، بنقدر نعوضه الجزء the part which is used الجزء اللي بنستخدمه can be consumed او can be compensated بنقدر نعوضه. طبعا البرايمري سورس يعني مصدره منين؟ الصن. قلنا الصن هي الايه البرايمري سورس او المين سورس اوف موست اوف انرجيز. طيب لو جينا نقول باي فيول زي ايه، اشهر حاجه الوود، وقلنا الوود هو الاولدست فيول اللي عرفه الانسان وستيل بيستخدمه لحد دلوقتي. وعندنا كمان في حاجه اسمها تشاركول، الفحم النباتي اللي بيتعمل من الوود. في انا عندي في الكول اللي هو بنطلعه فروم اندر جراوند اللي هو الفحم اللي اتعمل ملايين السنين، وفي تشاركول اللي هو الفحم اللي احنا بنصنعه من البلانت اللي احنا بنستخدمه بقى في الشوي والحاجات دي، ده اسمه تشاركول. في عندي حاجات تانية بقى زي ايه، زي الحاجات الجراس الحشائش وال عارفين لما تلاقي فيه ايه العفش اللي هو الناشف دوت، ده بيبقى عباره عن جراس حشائش ونشفت، فبرضه بيستخدموها بيحرقوها عشان يطلعوا منها ثيرمال انرجي. وفي عندنا كمان الوود شيبس، وود شيبس اللي هي
نشارة الخشب أو البواقي اللي بتنزل من الخشب من النجارة مثلا الوود شيبس، وفي كمان الكورن اللي هي الذرة، عارفين لما بنجيب كوز الذرة كده وبناكله بيبقى جوز حتة كده زي ايه عصاية جواه كده، ده بيتاخد بيتنشف وبيتعمل منه فيول. الذرة نفسه الغلاف بتاعه اللي هو الكفر اللي مغطي الحب بتاع الذرة برضو بيتنشف وبيتاخد بيتعمل فيول. الجراس والوود شيبس والكورن دول بيتعمل منهم ليكويد فيول، يعني دول بيصنعوا منهم ليكويد فيول، الاسم العلمي بتاعه ايثانول. عارفين السبيرتو اللي كنا بنستخدمه زمان بيولعوا حاجات زي كشافات النور، بنستخدمه مثلا دلوقتي بنولع بيه سبرتايه القهوه، بتستخدم الايثانول ده. فالايثانول ده ليكويد فيول بروديوس فروم جراس وود شيبس اند كورن. الجراس والوود شيبس والكورن بيصنعوا منهم ليكويد فيول اللي هو الايثانول. طبعا احنا لازم نعمل كونزرفيشن. بص يا شباب، اي انرجي او اي ريسورس الانرجي لازم يبقى فيه كونزرفيشن. يعني ايه كونزرفيشن؟ لازم نحافظ عليه، لان احنا لو محافظناش على حاجه واستخدمناها، يعني حتى الوتر اللي موجوده لازم نحافظ عليها، يعني لان احنا ممكن يجي في وقت من الاوقات نلاقي الحاجات دي نفدت ما نقدرش نعوضها تاني بسبب مثلا حروب او مجاعات او حاجات من اللي بتحصل دلوقتي. كونزرفيشن عشان نحافظ لازم نحافظ على، طبعا احنا كده الحاجات دي كلها جايه من بلانتس، من الوود او من الجراس او من الكورن، فلازم نحافظ عليهم. ليه؟ لان انا بستخدم الوود، فعشان استخدم الوود بضطر اعمل كاتنج تريز، نقطع الاشجار. طيب لما نعمل رابيد كاتنج للتريز، لما يبقى فيه رابيد كاتنج هيسبب حاجه اسمها ديفورستيشن. ديفورستيشن يعني ازاله الغابات. طبعا ازاله الغابات بيقلل الجرين اريا او المنطقه الخضراء، فبيقلل الاكسجين عن الارض ويزود الكربون دايكسايد، فطبعا ده بيبقى هارمفول فور اول ليفنج اورجانيزمز، بيأذي كل الليفنج اورجانيزم، فبيبقى ليه نيجاتيف افكتس ان انفايرمنت، بيبقى ليه تاثيرات سلبيه على الانفايرمنت. علشان كده وي هاف تو ريشينالايز، يعني نرشد استهلاك الوود. كمان الوود في بعض انواع التريز عشان يحصل لها جروينج بتاخد يعني طبعا عشرات السنين، ممكن تاخد 50 سنه مثلا عشان تنمو التريز دي اللي احنا نستخدمها بعد كده في الوود. طيب نيجي بعد كده الفوسل فيول. ايه بقى الفوسل فيول؟ هو الفيول اللي بروديوسد from all the living organisms أو from remains، بواقي ال living organism، remains of old living organisms، which period ال indefinite underground، from millions of years. طبعا بواقي living organisms from millions of years، يبقى ده non renewable. وش كده non renewable؟ ان احنا عشان نكونه تاني بنحتاج millions of years، عايزين ملايين السنين عشان نكونه تاني. زي طبعا بقى ايه؟ الكول، الاويل and the natural gas. الكول ده اتكون from old plant، الاويل والناتشرال جاز فروم اول ذا مارين اورجانيزمز. مارين اورجانيزمز يعني الكائنات المائيه، الكائنات اللي كانت بتعيش في الميه. الكول اتكون فروم اول ذا بلانت، الاويل والناتشرال جاز اتكونوا فروم اول مارين اورجانيزمز طبعا فروم مليونز اوف ييرز. تعال مثلا نشوف كده تكوين الكول اتكون ازاي. من from millions of years يعني about 300 millions of years large areas of earth were covered with swamps with a lot of plants growing nearby. يعني كانت الارض او منطقه كبيره جدا من الارض مغطاه بالاشجار وبالاماكن الخضراء وبالمستوطنات والمستنقعات المائيه والاشجار والايه والبلانتس. بعد كده حصل ان البلانتس دي died، ماتت. فلما ماتت وقعت على الارض، ف اتكونت فوقيها layers او طبقات من الارض وسيدمنتس وروكس، فعملت هاي بريشر يعني ضغط جامد عليها. فالضغط الجامد دوت ونتيجه كمان الهاي temperature اللي جايه من الصن حولت البلانتس دي لكول، حولت لكول اللي هو الايه الفحم اللي احنا دلوقتي بنستخرجه from underground علشان
نستخدمه في الالكتريك باور ستيشنز تو جنريت الكتريستي. طيب البترول برضو او الاويل اتكون ازاي؟ برضو فروم مليونز اوف ييرز كانت ايه جزء كبير جدا من الايرث، كان عباره عن سي فلور، يعني كان عباره عن قاع بحر. المارين اورجانيزمز او الاكواتيك اورجانيزمز الكائنات المائيه اللي كانت بتعيش في الـ في الـ في السي افتر ديث، يعني بعد ما ماتت طبعا وقعت على السي فلور، على سطح الايه او بيسموه قاع البحر. اتكونت فيها لايرز، طبقات من السيدمنتس والروكس، طبقات من الصخور ومن السيدمنتس اللي هي حاجات اترسبت فوقيها، وحصل ديكومبوزنج، حصل تحلل للكائنات المائيه دي، وتكون منها الاويل والناتشرال جاز. علشان كده لما بييجوا يستخرجوا البترول بيستخدموه دايما في الاماكن القريبه من البحر، والناتشرال جاز بيستخدموه دايما في اماكن قريبه من البحار والمحيطات، علشان اصلا هي كانت عباره عن مارين اورجانيزمز حصل لها بيرينج، يعني اتدفنت فروم مليونز اوف ييرز. فاحنا كده عندنا الكول والاويل والناتشرال جاز، هم اتكونوا فروم مليونز اوف ييرز من كول فروم بلانتس، والاويل والناتشرال جاز من المارين اورجانيزم. ده طبعا نتيجه الاكستريم بريشر اند هيت، نتيجه ضغط وحراره عاليين جدا اتكونت الايه؟ تكون الكول وتكون الاويل. طبعا احنا كده الاويل دوت والكول والناتشرال جاز دول طبعا رينيوبل، فمش هنقدر نعوضهم، فبالتالي we have to conserve them. طبعا لازم نعمل conservation، يعني نحافظ عليهم، لان rate of consuming معدل الاستهلاك faster than rate of a rate of formation، فمش هنقدر نعوضهم قريب او بعد وقت قصير، يبقى we have to conserve them، يبقى لازم يبقى في conservation نحافظ عليهم او نراشنلايز نرشد استخدامهم، لان قلنا ايه rate of consuming يعني معدل استهلاكهم faster than rate of a formation او of compensation، فمش هنقدر نعوضهم قريب، فبالتالي بنحتاج millions of years، ف we have to conserve them او we have to rationalize نرشد ال using او استهلاكهم. اوكي كده احنا هنكتفي في البارت دوت. طبعا برضو المين سورس بالنسبه لهم هي الصن، ان هما اتكونوا نتيجه الايه؟ ان الهيت بتاعت الصن مع الهاي بريشر عمل لهم ديكومبوزيشن. هنكتفي في الفيديو دوت بالبارت بالتايبس اوف فيول والتايبس اوف رينيوبل التايبس اوف انرجي ريسورسز، ونكمل ان شاء الله في السيشن الجايه بقيه الكونسبت. ثانك يو.